السلام عليكم ورحمة الله. طبعا انت صليت صلاة استخارة مرتين وحلمت بمنامين، وانا ان شاء الله هفسر لك المنامين بإذن الله. اول منام اللي هو طبق التفاح اللي كان معاك، وكانت الفتاة اللي كانت معاك في المنام لما قلت لها خدي من طبق التفاح بتاعي، قالت لك لا انا معايا تفاحة، قلت لها بس دي دبلانة خدي من الطبق بتاعي حلو، فرمت التفاحة الدبلانة وراها واكلت من طبق التفاح بتاعك كتير. والرؤية التانية لما كانت عندكم في المنزل وقعدت تقرأ قرآن معاك. طيب رؤية التفاح انا شايفة ان شاء الله بإذن الله ربنا هيجمع بينكوا تاني، وفي انفصال بينها وبين خطيبها، وهي التفاحة الدبلانة اللي كانت ماسكاها في ايديها ورمتها ورا ظهرها، ده اللي الانفصال اللي هيحصل بالفعل. هي هتسيب خطيبها وهيحصل بينكوا وبين بعض ارتباط تاني ان شاء الله، عشان هي اكلت من طبق التفاح بتاعك انت، فده ان شاء الله الارتباط اللي هيحصل بينك وبينها بإذن الله. وبرضو باين من الرؤية ان هي شايفاك انت احسن من خطيبها اللي معاها حاليا، عشان كانت بتاكل من طبق التفاح وكانت مبتسمة، وانت قلت لوالدك في المنام شفت هي كانت مبتسمة ازاي او والدها، وكمان التفاحة اللي كانت في ايدها كانت دبلانة، ده هو خطيبها اللي معاها حاليا، فانت احسن منه، فالرؤية تعبر ان هي كمان شايفة كده، عشان كده رمت التفاحة الدبلانة ورا ظهرها. اما ان انتوا قاعدين في المنزل وبتقرأوا قرآن انتوا الاتنين، فدي الحياة الكريمة والتفاهم اللي هيكون بينكم بإذن الله. فالرؤيتين يعبروا إن شاء الله إن في رجوع تاني ليكم بإذن الله، بالذات رؤية التفاح، وطبعا قراءة القرآن بينك وبينها أكيد في توافق بينكم إن شاء الله بإذن الله. وطبعا أنت استخرت ربنا، ودي كانت رسالة ربنا ليك إن شاء الله، في رجوع ليكم تاني إن شاء الله، وليها عيش معاك إن شاء الله بإذن الله. والله اعلى واعلم. ما تنسوش اللايك وصلوا على النبي كتير عليه افضل الصلاة والسلام. لا تنسوا ذكر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.